لمتابعة آخر تطورات المشهد الميداني والسياسي في فلسطين وسط استمرار الاحتلال في غارات على المدنيين بغزة وتهديده بشن عملية اجتياح لمدينة رفح. عن كل ذلك مشاهدينا نرحب بضيفنا عبر سكايب أو عبر الهاتف من نابلس، عضو المجلس الوطني الفلسطيني سيد محمود الصيفي. مرحبا بكم سيد محمود. مساء الخير، تحياتي لكل المشاهدين، حياكم الله. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف من أمستردام الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماهر حجازي. مرحبا بكم. حياك الله. حياكم الله. أبدأ منك أستاذ محمود في ما تطور جديد بمسار الحرب على غزة. الخارجية الأمريكية أعلنت أنها تعمل مع قطر ومصر وحكومة الكيان المحتل للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرهائن أو المحتجزين وإيقاف ممتد لإطلاق النار بعد تلقيها ردا من حماس، ولكن أكدت الخارجية الأمريكية وجود بعض القضايا الصعبة للغاية كما سمتها والتي يجب أن تحل. ما تحليلك لهذا الإعلان الأمريكي أستاذ محمود الصيفي؟ يعني واضح أن الإدارة الأمريكية هي تقول ولا تفعل، يعني أقوالها تختلف عن أفعالها. يعني في هذا الوقت الذي تقوم به الإدارة الأمريكية بالإعلان عن رد حركة حماس بالرد الإيجابي وأنه يحتاج إلى مراجعة وبعض التفاصيل، ولكن في الميدان يعني الإبادة الجماعية مستمرة. يعني شاهدنا اليوم الطيران الصهيوني والمدفعية الصهيونية وكذلك اقتحام مستشفى ناصر وترحيل معظم النازحين الذين لجأوا إلى هذا المستشفى، وشاهدنا طائرات الكواد كابتر وهي تقتل المواطنين في الشوارع وحتى في أماكن الإيواء. يعني هذا المشهد يقابل ما يتحدث به هذه الليلة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين، ولكن هذه التصريحات هي بالحقيقة هي يعني مكررة، وهي يعني تحدث بها في زيارته الأخيرة وهذه الليلة. يعني أمام يعني هذه الإبادة المستمرة، يعني 87 شهيد، 170 جريحا، هناك 9 مجازر حقيقة يعني ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. يعني أمام هذا المشهد يعني تستنتج أن هناك يعني ليست هناك جدية واضحة في إيقاف العدوان أستاذ محمود على الحكومة وهذا يأتي الصهيونية. نعم هذا يأتي، والسؤال لضيفنا من أمستردام أستاذ ماهر حجازي. كل ما تفضل به أستاذ محمود الصيفي من جرائم للاحتلال يأتي في سياق تنفيذ عملية الشروع بتنفيذ عملية عسكرية شاملة على رفح. إذا ما أقدم الاحتلال على ذلك، كيف ستكون تداعيات هذه العملية العسكرية على المستويين الإنساني وحتى العسكري؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك والسادة المشاهدين. حقيقة منذ أكثر من أسبوع وهذا الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية تدعو ويعني تتحدث عن هجوم بري أو حملة برية على رفح. رفح حقيقة اليوم هي أكثر منطقة سكانية في العالم، هناك أكثر من 1,400,000 فلسطيني من سكان رفح، وأيضا من النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة من المناطق والمدن التي يعني يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف وبحرب الإبادة البشرية. الوضع كارثي حقيقة في مدينة رفح. هناك يعني رفح ليس فقط تتعرض لسياسة تجويع من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم، وإنما أيضا يعني رفح تتعرض منذ اليوم الأول من 7 أكتوبر تتعرض إلى قصف. وتابعنا قبل يعني يومين عندما ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير أسيرين لدى المقاومة داخل قطاع غزة، تم استهداف رفح بعدة غارات أدت إلى استشهاد تقريبا 100 من أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي هذه الحرب البرية التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي وينوي القيام بها، حقيقة ستكون هناك تداعيات كارثية على الوضع داخل قطاع غزة، خاصة أنها منطقة كثافة سكانية. وهذا يعني أن أي عملية عسكرية برية للاحتلال الإسرائيلي
ضد رفح سيكون هناك المزيد من جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 28 ألف فلسطيني. وبالتالي اليوم بنيامين نتنياهو المعني بإطالة أمد الحرب وهذا الصراع والهجوم والجرائم الإبادة بحق شعبنا داخل قطاع غزة، هو يحاول أن يعني يقوم بعملية برية عسكرية، لكن حقيقة الوضع الإنساني كارثي هناك في مدينة رفح، والمناشدات يعني والمواقف الدولية التي حتى يعني الإدارة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي هي ترفض أن يكون هناك حملة برية في مدينة رفح، ولكن هي لا يعني لا ترفض هذه الحملة بشرط أن يكون هناك كما تدعي حماية للمدنيين، لكن بالمقابل أيضا هناك مواقف دولية غربية هنا من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية والغربية التي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن أي عدوان بري على شعبنا في مدينة رفح. أين سيذهب هؤلاء يعني 1,400,000 فلسطيني؟ أي حرب عدوانية، وحتى الاحتلال الإسرائيلي يعني وبنيامين نتنياهو طالب الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة على مرحلتين، المرحلة الأولى هي عملية إجلاء للنازحين ونحن نسميه بالتهجير القسري لشعبنا الفلسطيني، ومن ثم البدء بعملية عسكرية برية، لكن أين سيذهب هؤلاء 1,400,000 فلسطيني؟ لذلك في هذه المنطقة أين سيذهبون؟ لذلك أستاذ ماهر، وهنا أنتقل إلى أستاذ محمود صيفي، يعني في ضوء هذا الرفض الدولي الرسمي والشعبي لاجتياح رفح البري، ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي أي الدول الفاعلة الغربية والإقليمية التي تستطيع أن تمنع الاحتلال من تنفيذ هذا الاجتياح وتداعياته؟ يعني هناك حقيقة يعني مواقف أوروبية يعني نقدم لها كل الاحترام حقيقة أمام مشهد الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا. يعني هناك موقف الحكومة البرتغالية، حكومة إسبانيا، بلجيكا، كثير حقيقة من دول الاتحاد الأوروبي يعني تحذر من الهجوم أو اجتياح مدينة رفح. وبالمقابل يعني الإدارة الأمريكية معظم تصريحات مسؤولين الإدارة الأمريكية يتحدثون ويحذرون، حتى يعني بعض يعني جون كيربي يعني قال لنتنياهو يعني لا مانع، يعني وكأنه يقول لا مانع من اجتياح مدينة رفح والهجوم عليها، ولكن عليكم التخفيف وإيجاد حل للنازحين في رفح. يعني هناك تأييد واضح من الإدارة الأمريكية، يعني واضح أن هناك دعم عسكري يعني بشكل كبير جدا، وهناك مجلس الشيوخ أقر مساعدة كبيرة جدا يعني بأكثر من 50 إلى 60 مليار الدعم، يعني وأكثر أكيد للسلاح وللجيش الصهيوني. يعني أمام هذا المشهد ما زال حقيقة ما زال المجتمع الدولي ممثلا سواء عربيا دوليا ما زال ضعيف، يعني لأن الحرب حقيقة الحرب الإبادة مستمرة. يعني شاهدنا وسط يعني اليوم شاهدنا وسط قطاع غزة يعني قناصة الجيش الاحتلال، الطيران يقصف ويصيب المواطنين بعضهم آمنين في أسواقهم، يعني شاهدنا المواطنين جثث الشهداء يعني منتشرة في شوارع وسط مدينة غزة. يعني هذا يعني هذا المشهد يدل على أن لا زالت هناك يعني جدية ضعيفة، يعني لا يوجد جدية حقيقة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وكثير من الدول الأخرى. أيضا أستاذ ماهر، سياسيا لما بعد هذه الحرب أو العدوان، الحكومة اليمينية المتطرفة في داخل المحتل بكل أعضائها تقريبا أكدت رفضها القاطع لقيام دولة فلسطينية مستقلة، هذا طبعا بالضد من الإرادة الدولية المعلنة في إقامة هذه الدولة. ما مآلات ما بعد العدوان سياسيا؟ نعم، يعني هذه التصريحات الإسرائيلية، تصريحات اليمين المتطرفة، وحتى أيضا تصريحات بنيامين نتنياهو تأتي في وقت يعني تتحدث فيه مصادر إعلامية أمريكية عن نية رئيس بايدن أن يكون هناك مشاورات مع عدد من الدول في العالم لتقديم اعتراف بدولة فلسطينية، وهذا ما عبر عنه
اليمين الاسرائيلي متطرف برفض اقامه دوله فلسطينيه، وهذا هو الموقف يعني واحد من التداعيات التي كانت سبب يعني فيما جرى في 7 أكتوبر، وهذا الرد الفلسطيني. واضح انه الاحتلال الاسرائيلي لا يريد يعني غير مؤمن منذ حتى يعني لا يؤمن باتفاقيه اوسلو الموقعه مع السلطه الفلسطينيه في 93، وبالتالي هو يرفض اليمين الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي بشكل عام يرفض ان يكون هناك دوله فلسطينيه، وهذا ايضا ينطبق على السياسه الاسرائيليه على استيطان واستمرار سياسه التهويد بحق المقدسات الاسلاميه المسيحيه في فلسطين، والاعتداءات اليمينيه المنطرفه وما يقوم به المستوطنون في الضفه الغربيه من الاعتداء على ابناء شعبنا، وايضا فرض سياسه الاستيطان والتهويد بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ايضا يعني موقف ياتي اليمين المتطرف في ظل ايضا مواقف دوليه خاصه يعني بعض القرارات التي اصدرتها الولايات المتحده الامريكيه او الاجراءات التي اتخذتها يعني على سبيل المجامله فيما يتعلق بمنع او بفرض عقوبات على المستوطنين واليمينيين المتطرفين في الضفه الغربيه، وكذلك ما يجري اليوم حاليا حقيقه هنا في اوروبا من يعني القيام ايضا باجراءات مماثله بمنع دخول المستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين يعتدون على الشعب الفلسطيني في الضفه. حقيقه اليوم من التداعيات السياسيه لهذا العدوان انه بعد هذه كل التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني وحرب الاباده التي يقومها الاحتلال الاسرائيلي، لابد ان يكون هناك حل سياسي يقضي الى انهاء هذا الحصار. في اطار الضغط الاوروبي استاذ مهر، انتقل لاستاذ محمود الصيفي باختصار لو سمحت. استاذ محمود، من الواضح ان هناك تغييرا في الموقف الاوروبي تجاه العدوان على غزه، وهو ما عبر عنه حتى منسق السياسات الخارجيه للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل بقوله اذا استمر نتنياهو على المسار نفسه فعلى اوروبا ان تعيد النظر بتسليح الاحتلال او ما سمى اسرائيل. هل اوروبا بالفعل ستغير يعني تفكيرها ومواقفها من الاحتلال في اطار هذا الضغط؟ استاذ محمود، الكثير من الدول الاوروبيه خاصه يعني اسبانيا والبرتغال وايرلندا وبلجيكا، يعني عدد من الدول الاوروبيه وحتى جوزيف بوريل يعني الناطق باسم الاتحاد الاوروبي يعني اوضح انه لابد من ان يكون هناك دوله فلسطينيه، يعني حل هذا الوضع القائم في الشرق الاوسط هو العوده الى ما يسمى حل الدولتين، ويعني يجب منح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة أو أي يعني أي شكل من أشكال الدولة، لأنه لم يتم الحديث عن شكل هذه الدولة، ولكن هناك تقدم حقيقة في موقف الاتحاد الأوروبي، وهناك بعض الدول ذاهبة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا يعني بدأ يغير حقيقة السياسة البريطانية أنه يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وإقامة دولة فلسطينية كحل لحل مشكلة الشرق الأوسط، ولكن يعني هذه المواقف ما زالت ضعيفة، يعني احنا نشاهد يعني هي يتحدثون عن الدولة الفلسطينية ولكن الأولوية فقط هو وقف العدوان أولا، هذه الأولوية. نعم، في سؤال أخير أستاذ مهر، نتحدث عن يبدو أن هناك انفجار في الأوضاع الأمنية وارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، ما تداعيات ذلك مستقبلا؟ هل ستتأزم الأمور في الضفة وما أثر ذلك في إسناد غزة أيضا؟ يعني شك اليوم ما يجري من عدوان إسرائيلي على شعبنا داخل قطاع غزة هو مرتبط بشكل مباشر بما يجري من عدوان أيضا على شعبنا في الضفة الغربية. مئات الشهداء من أبناء شعبنا في الضفة الغربية استشهدوا منذ 7 أكتوبر، والاحتلال الإسرائيلي يوميا هناك اقتحامات للمدن والمخيمات في الضفة الغربية ويستهدف أبناء شعبنا ويواصل سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين على شعبنا، وبالتالي يعني ما يجري في الضفة الغربية مرتبط بشكل أساسي بما يجري من داخل قطاع غزة من حرب عدوانية وحشية، وبالتالي اليوم هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة يجب أن يتوقف لأن الوضع الإنساني حقيقة كارثي، والجهود يجب أن تنصب في إطار الجهود الدولية والعربية والإسلامية، وأيضا أن تنصب في إطار وقف العدوان على شعبنا ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يعني إنهاء هذا الحصار. يعني من تداعيات هذا العدوان سياسيا يجب أن هذا الثمن الكبير الذي دفعه شعبنا داخل قطاع غزة لابد أن يكون هناك
حل سياسي يضمن وقف هذا العدوان الصهيوني على شعبنا داخل قطاع غزه، وايضا انهاء الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزه من 13 عام. بالتالي من غير المقبول بعد كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا ان لا يكون هناك يعني انهاء لهذا الحصار الاسرائيلي. نعم استاذ ماهر، استاذ ماهر حجازي اذا كاتب والباحث السياسي من امستردام، شكرا جزيلا لك. كذلك اشكر السيد محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني من نابلس.